الفئة التي نظن دوماً بأنها تقتصد بالماء والكهرباء وتهتم بالبيئة أضحت اليوم داخل دائرة الاتهام بأنها مساهم ثانوي في تدمير البيئة. دراسة غريبة نشرتها الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا أشارت أن كبار السن ممن ناهزوا 60 عاماً مسؤولون عن ثلث انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. لكن كيف ذلك؟ جيل مواليد ما بعد الحرب العالمية الثانية، أي بعد 1945، هم الفئة الأكثر إنفاقاً على المنازل واستهلاك الطاقة والطعام. الباحثون حللوا انبعاثات الغازات في 32 دولة مختلفة، وصنفوها بحسب العمر خلال الأعوام 2005، 2010 و2015. ووجدوا على عكس الأعوام السابقة الذي تجاوز 60 عاماً منذ عام 2015 وحتى اليوم مسؤولون عن انبعاثات الغازات أكثر من الفئة العمرية 45 إلى 59، وبالأخص أنهم يميلون لاستهلاك الموارد المحلية أكثر من المستوردة، وقادرون على الحفاظ على استهلاكهم المرتفع من خلال ثروتهم. فمثلاً يشكل كبار السن في اليابان نسبة هائلة من الانبعاثات بنسبة 51%، أما كبار السن في أستراليا وأمريكا فقد ساهموا بمعدل 21 طناً مترياً لكل من البلدين في عام 2015. ما رأيكم في هذه الدراسة؟